أقامت الجامعة الأمريكية مؤتمر حول مراقبة الانتخابات ضمن سلسلة مناقشات حوار التحرير بحضور عدد من الشخصيات القضائية والقانونية وممثلو المجتمع المدني الذي لهم باع طويل في عملية مراقبة الانتخابات المصرية. في سوء إدارة للعملية الانتخابية. القانون الخاص بالعملية الانتخابية صدر في أغسطس. في تخبط واضح. في مراجعات. يعني بعد ما ابتدت العملية الانتخابية اتغيرت حدود الدوائر. لحد النهاردة المرشحين والأحزاب ما استلموش بيانات الناخبين. مفروض من حق كل مرشح ومن حق كل حزب ان هو ياخد قائمة الناخبين في الدائرة بتاعته. والدوائر وسعت جدا جدا. الدوائر بقت كبيرة بشكل انه صعب على المرشح انه يغطيها بالكامل. فواضح ان في سوء إدارة. هل هي سوء نية؟ ما اعرفش، لكن هو في سوء إدارة. هل الانتخابات القادمة سيشرف عليها القضاء يعني على اللجان الفرعية ولا لا؟ احنا لغاية النهاردة طبعا انا مش بتكلم باسم القضاء، لكن انا بتكلم كفرد منهم، ان اللي انا عارفه ان احنا هنشرف على اللجان الفرعية حتى تاريخ اليوم يعني. لكن عندنا زي ما قلت عندنا مخاوف شخصية، القضاء كلهم متخوفين، ان احنا عندنا مشكلة اساسا في المحاكم. يعني قدلنا شوية ما نزلناش المحاكم، يمكن قربنا على 3 أسابيع، وده السبب ان ما فيش تأمين على المحاكم من اجل ان القضاء يستطيع ان يعملوا عملهم الطبيعي. فازاي الانتخابات اللي هيكون فيها التشدد والتعصب والقبلية يعني كل الكلام ده وهيكون فيه تأمين؟ احنا مش عارفين، لكن ما زال لغاية بتاريخ اليوم احنا المفروض مشرفين على الانتخابات على اللجان الفرعية. وهل القضاء يشرفوا على الأصوات؟ يعني مش عارف ايه في الأصوات بالضبط، خط مش واضح على فرز الأصوات. فرز الأصوات ده شغلانتنا احنا في الانتخابات، يعني احنا يعني مسؤولين عن اللجنة كلها من البداية للنهاية لغاية لما بنعلن كمان الفائز في الانتخابات. حاولنا نقنع الحكومة بدون مراقبة دولية أو مراقبة محلية. أنا أستطيع أن أقول أن هذه الحكومة والمجلس العسكري هم عندهم حالة عداء فطري لفكرة حقوق الإنسان والمنظمات العاملة لحقوق الإنسان. فإحنا بنحاول، لكن في النهاية أنت معك مختشرة أنامي الرقابة الدولية. أنا برضو نفس الكلام قلته قبل كده، هناك محاولات بوزلت، لا عرفنا نجيب مراقبة محلية عدلة ولا عرفنا نجيب مراقبة دولية عدلة. وأنا أستطيع أن أقول أن وجود منظمة حقوق الإنسان في مصر مهدد بالفعل خلال السنتين الثلاثة إذا استمرت هذه الحكومة واستمر المجلس العسكري وجودها الأساسي مش بس الانتفاع دوت الانتخابات. عايزين نحكم التزوير ازاي نقدر؟ طبعا احنا محتاجين توعيه سياسيه بتعملها بعض المنظمات، حضراتكم نفسكم في حالات على الانترنت، بس الوقت كان قليل والناس مش قادره تعمل، يعني الناس كانت بتجري وراء الف حاجه. فا ايه المؤهلات بتاعت المراقبه؟ مفيش حد محايد شجاع عنده قدرة على غربلة وكتابة تقارير منطقية، ولأن بالوضع السياسي ممكن يبقى مراقب، وده متوفر في مصر كتير جدا. دار الحوار حول عمليات مراقبة الانتخابات منذ عام 2000 وكيفية الاستفادة منها في انتخابات المرحلة الحالية التي تمر بها مصر الآن. إنجي خالد، نهارك سعيد.